السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سي أوسي راي مقطع جديد. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. مقطعنا اليوم راح يكون مقطع رياكشن. واحد من المتابعين أرسل لي على الإنستغرام، هذا رابط الإنستغرام لو حد يبي يرسل لي مقاطع مستقبلية، أرسل لي هذا المقطع. وأنا صراحة من زمان ما شفت مقاطع الفيلز واللي يكون فيها لقطات الضحك ولا شيء كذا فورتنايت، فقلت خلنا نتابعها معاكم اليوم. مقطع من قناة، خلوني أتأكد بس اللي هو ريد، ايش اسم القناة؟ ايوة ريد اركيد، ما ادري ايش اسمها. بنشوف منها المقطع هذا الجديد للسيزن 12. كم احنا سيزن كم وصلنا؟ ما ادري. المهم بدون ما اطول عليكم، لا تنزل اللايك على المقطع ومشاهدة ممتعة. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ المقطع، خلونا نشوف. حلوة المؤثرات الصوتية، يخرب بيت المونتاج والله رهيب. ايه وين راح؟ ود اوكي حلوة حلوة البداية حلوة. اخ والله صارت لي وحدة مثل هذه، ما بضحك والله، ذكرني بالماضي. يخرب بيته. اوكي مقلتين. ايش فيها قلجات القروش كذا كثيرة؟ لا يا حمار، وبلعب سنايبر. لا يا الحوثيين مات التيم كله والله، ذي الفاضين داخلين كرياتيف. ثواني بعدل الصوت. طيب هل خلصنا؟ ما جيتها من قبل انا. اوه مو شايفينهم. لا تقول ما يقدر يطلعوا. ايش؟ اوه قنابل. اوكي توني فهمت، حشروهم بعدين رموا عليهم قنابل. اوكي حلوة حلوة، اذكياء. يعني قلتش غبي شوي. يا الملحوس وات. واو اوكي. اي واو كيف كلهم داخلين نفس التيم؟ كيف كذا القرش؟ والله مو طبيعي، ما صارت لي ولا مرة للحين، ولا مرة قتلني قرش لهالدرجة. هذه كذا يطير اعوذ بالله. اي كيف؟ ايش صار؟ اوكي اوكي نشوف اللقطة اللي بعدها. الحمار حرق نفسه. جي جي. اوكي لا تقول لي بيبلع. لا ما بيبلع، ما بيبلع هانتر رايفل مستحيل. والله بلع، يخرب بيت الصدفة. ليش مات؟ اصلا لازم ما يموت حتى لو ما طاح البحر. بجربه والله الجلتش. طيب ها جلتشات عادية يعني، أي لعبة تصير. لا جد ولا تركيب هذه؟ حلوة والله اللقطة الأخيرة. يا رب اقتله، يا رب اقتله، يا رب اقتله، يا رب اقتله، يا رب اقتله. ادعوا يا شباب. الله القرش انا مشكله والله. لا الحمار شفتوا كيف؟ شفت اللي صار؟ ايش اسمه القارب جاء تحته وطاح هو فوق القارب وبلع فول دمج. جي جي والله.
الحمد لله ما صارت لي والله. والله شيء يقهر. ايش هذا بوت ولا شو؟ واو يا تايمينج. اوه ايش هالجلتش هذا؟ لا جي جي والله جي جي راحت عليك. اعرف انه ميت. يا الله يا القروش والله مزعجين طلعوا. والله جي جي اوسخ شيء البوتات كريهين الله ياخذهم يا رب يشيلوهم. اه عشان ما يبين البناء. اذكياء والله انهم اذكياء. شوفوا ما حد درى عنهم حتى. اوكي ايش تتوقعوا يصير؟ اوه اوكي جي جي. لا لا بيقتله بيقتله يا رب يقتله يا رب يقتله. لا جي جي. اه كانوا 2-1 احسب 2 فوق في البيس. واو واو اوكي ما شاء الله. اه عاديه هذه. منوب اللي ضده عادي اللقطة والله اللي ضده منوب. يو يخرب بيته والله سواله والله سواله كفو. اه جي جي. ابى اسوي لقطة يا شباب ابى اسوي لقطة والله ما ينفع كذا. خلاص بجيب مقطع بجيب تراك شوتر ونسوي لقطة ان شاء الله. ما سويت ولا مره كذا لقطات انا. احس حرام اللعبه بتموت وانا ما سويت تريك شوت من قبل. يعني تريك شوت مثل هذا احترافي. اوح اوه على الفلير. لا لا حلوه. لا هذه حلوه هذه حلوه. جي جي 240. اه الهد الهد هي هي المستحيله. بادي اوكي ممكن يمديك تجيبها. لا لا حلوه هذه دبل دبل ار بي جي. هذه حس عاديه اللقطات صارت ما ادري لكن اللي فيها شوي ابداع واشياء صعبه تحسها احلى. اوكي يخرب بينه في الدار. oh جي جي حلوة حلوة. النهاية اللقطة الأخيرة حلوة كثير ما شاء الله. ولهنا نكون وصلنا لنهاية مقطعنا يا شباب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لا تزر اللايك على المقطع واللي ما شارك يشارك. هذا حساب الانستغرام لو أي حد منكم عنده مقطع ممكن نتابعه أو نسوي عليه رياكشن أو أي شيء من هالكلام ارسلوا لي على الانستغرام. كان معكم سيا وسيراي. أشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلامة.